على من يا مام؟ جمعا يا حبيبي، اقعد، عاوزك 5 دقايق في كلمتين. اوي يا مام. انت هتقولي الكلمتين في اخر 5 دقايق ولا ايه؟ لا هقول اهو. عادل يا حبيبي، انا حاسه كده ان ايامي في الدنيا بقت معدوده و... يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك، قولي يا ماما. انا بس عايزه قبل ما اسيب الدنيا اسيب لكم حاجه تفتكروني بيها. ما هو ده العشم برضه يا ماما. كنت عايزه تسيبي ايه بابا؟ عايزه ايه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء. اجري. ايوه ماما، كنت بتقولي عايزه اسيب لكم بابا. ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا، عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما، تصرفي، اجري اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكايه البنون دي، فاضل حكايه المال. كنت بتقولي عايزه اسيب لكم؟ كنت عايزه اسيب لكم السيره الحلوه بس. لا، والسمعه الطيبه. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني. اصل السيره لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيره ياخد سمعه برضو يعني. بابا الراحه المدرسه. طيب يا حبيبتي استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف الا لما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس ايه يا ماما؟ ربنا خليك لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه، محتاجه انت اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وباذن الله ناوي احج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانت يعني هتجيبي فلوس الحج منين؟ انا معتمده عليك في الموضوع ده. يعني عايزه تبعتيني لحد اجيب لك منه فلوس؟ لا، انت اللي هتطلعني احج. انا اللي طلعك تحجي لي؟ وانا طارق علام؟ لا، انا لما اروح ان شاء الله للحج هدعي لك، لما ارجع رزقك هيبقى 10 اضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك تحجي بيهم ولوحدي. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا. هي اللي عارفه الطريق يعني؟ هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ يس. يا عم سيبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا الستوديو دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط. قوم ايه بقى قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه بالظبط؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص. اسمعني بس، انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريوطيه، تاخدها كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها. البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي؟ ايوه ريلي، سعاد، منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يا لا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه. باين تمثال زمبالك؟ يا دولا بص يا دولا، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني. يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود. وعايز يشتري كل الكميه اللي عندنا باي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا،
الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون اسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك. يا دولة ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وايه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باين. وكيس الزبالة بيعمل ايه هنا؟ خد ارميه بر. خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب. اتكل على الله. بس يا حيوان. رميت الزبالة؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح؟ انتوا يا بهايم انتوا، زبالتكوا دي ترموها تحرقوها مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع الشوارع هتبقى مزبوطه. صح. هو انت الكورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياه سيد الزعفراني 010-57-345 وده اخر كارت معايا. واو بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس، ده كفايه بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد. نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين قوي يا استاذ سيد. سيد اتفضل يا استاذ سيد. اللي جاب لك يخلي لك، اللي جاب لك يخلي لك. اتفضل. مع الف سلامه. سلامه يا سيد. ايه ده؟ شفت ياد؟ 100 100. ده البيع، ده البيع والشراء. ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجه، افهم حاجه. خد الكيس ورميه يلا، ما ترموش على العربيات، حد ارميه في اي حته من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم. حاضر حاضر. ثلاثة حاضر. اتكل على الله. يا السعادة، الشنطه دي وقعت من الواد رمزي، مش تخلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي. سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. وبعدين في الشنطة بقى المحجبة دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 لا، احنا مش ناقصين جراثيم. خد ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مرة، هي شغلانة بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دولة بقى كل شوية بقى. دولة وبتشوح لي يا عم بقى، ما انا زهقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني حاجة لله، ربنا يسترها معاك دنيا واخرة يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا على دي ميه على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك ميه، ده في غيرك مش لاقي تشطف. تركب حنفيه على ركبتك بقى. ولك تتريق على شحات، ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا اتريق؟ انت متريق. ماشي. ارجوك يا سعاده البي، الجوده في الموجوده. اي حاجه اي حاجه يا حاج. ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي. اي حاجه اي حاجه من عندك. حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. الشحاتين دول. اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش، وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ، انت فاكرني زبال؟ انا شحات قد الدنيا، عالم زباله. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسك انت. شوف بقى ابن عمي، وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي، السلقط لك عيل حرك كده اهو، ياخد باله من البازار، يبيع لك تماثيل، يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دولة، انا هنا اشراف عام. السلام عليكم رامي. خد خد خد. ايه يا عادل، اتصرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر، طلبات الشهر يعني، نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط يعني، انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده يعني، ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه.
طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحده ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزه حاجه تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو بابا عايزه 30 جنيه. وانت عايزه الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هديه للمدرسه. بمناسبه ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هديه يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شويه هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم، ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني، الحق عليا. عادل صحيح افتكرتي حبيبي، عايزه 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلبات اهي كلها، ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقه اللي انت عايزاها، وادي البرتقانه اهو اللي انت قلتوا لي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج. جايب لكم كل حاجه يعني، انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب في ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا بيستجاب لي دعاء، بقى مريت انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، اكلتيه وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو خدتهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. ولا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثه لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تن 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 تن. اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده ده يا سيدي؟ الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عمالين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحده بس، واحده بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا واحده بس. يلا يلا خلاص، انا سالتك وخلاص. طب دولا طيب دلوقتي يا جماعه عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه انا كنت نسيت كيس اسود. الخير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول. اكل ايه؟
لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الاول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمه رمزي. عاوز ايه؟ انا دولة حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولة حبيبي الف سلام عليك يا دولة. الف سلام عليك. انت ايه جايب لي هديه من البازار بتاعي يا غبي؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ بقولك ايه بقى، انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بقى ابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولة، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده هو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هكذا جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال، دخلت تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين. صح ايوه، وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه، ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا، مع السلامه. بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج، اتفضل. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك، حتى بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع، اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ كانوا دولارز. دولارز؟ أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك، دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا نازل من المطار عليك على طول. والله. ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش، مش كده؟ فعلا. لا انا عنايا ليك، اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم؟ اثبت يا عم ربيع. يا عم ربيع. لا حول ولا قوه الا بالله، راح عم ربيع المسحراتي. بس ما يسحرها رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي، لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفه. بتضحك عليا؟ معلش معلش دول، انا منحرج منك يا دول، انا منحرج منك. بس الجوع وحش. الجوع وحش وانا عمري جوعتك يا رمزي؟ جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه، بس ما جابتش نتيجه. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ اصلا المره اللي فاتت شفت التمثال ستايل تحفه. بس انت وضبت المحل ولا ايه يا عم؟ ما وضبناش ولا حاجه، ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني. يا عم استنى يا رمزي، يا استاذ انت عايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا هنا امبارح سبت كيس اسود بلاستيك. عايزه ليه؟ جاي له ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي؟ اتصرف اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك؟ ما تتصرفش من دماغك. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكم دلوقتي، اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه، ما تطلعش بره يا حيوان. بس ده غبي شويه، معلش حضرتك. خلي نفسك بركات. استنى 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 حضرتك، ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي، انتوا على طول بتيجوا متاخر كده. سعاده الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب، وعلى فكره
انت ليك نسبة 10%. ربنا يخليك يا باشا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا رنن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك، ده رئيس العصابة يا باشا، اسمه رمزي، وبركات ده هو اللي شغال معاه. انا دولة؟ انت؟ انا دولة؟ دولة.